بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم مع انطلاقه الشوط السابع عشر في مجموعه الاشواط في سباق هذا اليوم. والشوط السابع عشر خاص بالنسبه بالابكار وتصحيح للشوط الماضي اللي احتلت المركز الاول الشاهينيه. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن حمد رعد حير الدرعي، احتلت المركز الاول بالشوط الماضي. تهانينا والسلامات لاهالي القوع في ميدان ارقيعات. نعود مع هذا الشوط، نعود مع المركز الاول، نعود مع سيطره الابكار. الشوط السابع عشر نستفتح اذاعتنا بالمركز الاول في هذه اللحظات في مقدمه الشوط. في المركز الاول الميديه للسيد حمدان بن محمد بن سالم الدرعي، استفتحت اذاعه الشوط. ولكن الغدوب في هذه اللحظات من قبل سمحه اللي غيرت السيد حياب بن علي الدوسري في مقدمة الشوط. ننتقل مع المركز الثاني دخول من قبل اللي وصلت في هذه اللحظات للسيد سعيد بن سالم بن حمد، السيد محمد بالشرقي الوهيبي محتل مقدمة الشوط. ننتقل مع المركز الثالث، قدوم مع المركز الثالث في هذه اللحظات اللي وصلت بحدر السيد محمد بن حمد العفاري مع المركز الثاني، ولكن غدوم ايضا من قبل الشاهينيه للسيد محمد بن دحبه العامري. ننتقل مع المركز الخامس اللي انضمت الينا في هذه اللحظات مع المركز الخامس الشاهينيه للسيد مطر بن علي الغذيلي. هذه نتيجتنا. نعود مع مقدمه الشوط، نعود مع المركز الاول اللي اندفعت ما شاء الله في مقدمه الشوط. الشاهينيه محمد بن الشرقي العائله الوهيبي قادمه من محافظه الباطنه من سلطنه عمان. الله يا بن الشرقي ما شاء الله، بسمي البكره اسمها البكره اللي محتله مقدمه الشوط. الشاهينيه للسيد محمد بن الشرقي الوهيبي. الله الله الله، بدات في هذه اللحظات تغادر لائحه ال 500 متر الاخير، متجهه الى وين؟ متجهه الى الفوز والناموس بالمركز الاول. ما شاء الله، فرضت علينا فرض الواجب ان نتابعها اعلاميا. ما شاء الله، محتله مقدمه الشوط. خلاص خلاص خلاص، الشوط شوط الشاهينيه، الشوط شوطك يا بالشرقي الوهيبي. لحظات المركز الثاني راهي اللي واصله في هذه اللحظات، ولكن خلاص خلاص. تهانينا والف مبروك للسيد محمد بن الشرقي الوهيبي. سلوب يا السلطنة سلام، سلوب يا اهالي الباطنة سلام. لحظات الوصول الى خط النهاية اسمها راهية بالتصحيح، لحظات وصولها الى خط النهاية معنى الفوز والناموس المركز الثاني. تصل في هذه اللحظات الهدف السيد محمد الدهيمي بن حمد العامري المركز الثالث. تصل في لان الصفران السيد سعيد بن سالم العفاري. والمركز الرابع المركز الرابع مستمعينا الكرام اتتنا في اللحظات الأخيرة واحتلت المركز الرابع لمياسر السيد عبد الله بن علي الجديلي. والمركز الخامس تصلنا الآن للسيد حمود بن سالم العمري، احتلت المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمس الأولى في هذا الشوط. لحظات نعطيكم التوقيت الزمني للثلاث المراكز الأولى بقيادة راهية للسيد محمد بن الشرقي الوهيبي اللي قطعت مسافة الكيلوين بفترة زمنية وقدرها 3 دقائق و84 أجزاء من الثانية. تهانينا سجلت 3 دقائق و87 أجزاء من الثاني. المركز الثاني تصلى في اللحظات الأخيرة، قدمت عرض ممتاز فده السيد محمد الدهيمي بن حمد العامري. هنيالك يا الدهيمي العامري. والتوقيت الزمني لحظات 3 دقائق و7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. المركز الثالث تصلى في اللحظات الأخيرة، احتلت المركز الثالث الصفراء سعيد بن سالم العفاري، قطعت مسافة الكيلوين في 3 دقائق 11 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى جميع الفائزين بالمراكز الأولى، تهانينا والناموس.